الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إن كنت كتبت اسمي في ديوان السعداء فأثبته وإن كنت كتبت اسمي في ديوان الأشقياء فامحه فإنك قلت يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير الراجين ويا جار المستجيرين ويا صريخ المستصرخين ويا أمان الخائفين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فامحو عني اسم الشقاوة وإن كنت كتبتني عندك سعيدا غنيا فأثبته وإن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك محروما مقترا علي رزقي فامحو عني حرماني وتقتير رزقي واكتبني عندك غنيا وموفقا للخير موسعا علي رزقي فإنك قلت في أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي فيها يفرق كل أمر حكيم ويبرم اكشف عني من البلاء ما أعلم وما لا أعلم واغفر لي ما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اجمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما شمل أخواني وأخواتي وأصدقائي وأحبابي وأحبابي في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة اللهم اجمع شملنا وألف بيننا وأيدنا بروح من عندك اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.